هات الحالات الفنيه بقى، صور الحالات. يمكن بيراميدز تكيش جونياس عندهم فكره معينه بيعملوها واضحه جدا، وهي ان فخري لاكاي دوت بيتحول، هو المهاجم في اسلوب الضغط ده، اللي بكره اللي بشوف لازم مارسيل كولر يكون هيفكر هعمل ايه، هتصرف ازاي في حته ان فخري لاكاي بياخد رقم 6 عندنا، اللي هو مثلا حمدي فتحي او ديانج رقم 6. دايما المهاجم بيسيبك تحضر، ادي الكوره اهي بالظبط، ده ماتش الكاس اللي هو الاخير او ماتش الدوري اللي هو الماتش الاخير، بص فخري لاكاي بيروح فين مع حمدي فتحي مان تو مان، فبيبقى راس مثلث او يعني بيبقى بيكملوا دايموند، بيعملوا شكل الدايموند رباعي، يعني بيبقى بلاتي توري مثلا واسلام عيسى وعبد الله السعيد وراس، والراس بتاعت الدايموند هو فخري لاكاي بياخد رقم 6. فانت النهارده عشان تحضر الهجمه كمارسيل كولر هتحضرها ازاي؟ لازم خاصه انا رسالتي لعيبه النادي الاهلي مش عايزين نشوف التحضير البطيء اللي كنا بنشوفه الماتشات الاخيره، ماتش بكره هيتعمل عليك نفس الحركه دي، فانت لازم تحضر بسرعه وعندك حلين، يا اما لو زي ما كريم قال ممكن تبدا بثلاثه بتصعب عليهم المهمه خالص وبتبوظ لهم الفكره مع ده مع كولر ما تشالينا هنشوف، يا اما تحضر من خلال الاطراف بسرعه من خلال عبد المنعم، قد تكون المفاجاه واضحه بكره. ماشي عبد المنعم برضه المساك الثانيه او ياسر ابراهيم او من خلال معلول بتحضر باقصى بسرعه. هات برضه الصوره اللي بعدها اوريك نفس الفكره، هنا برضه نفس هنا ايمن اشرف، بص فخري لاكاي راح مع حمدي فتحي، فايمن اشرف بدا يروح لعلي معلول، هنا كان فخر الدين بن يوسف ناحيه اليمين ورمضان ناحيه الشمال، دايما فخر بياخد مين؟ اللي هو الجناح اليمين بياخد معلول، والجناح الشمال بياخد الظهير بتاعنا، فدي لازم النهارده فكره البيلد اب بتاع النادي الاهلي بكره هيبقى ازاي؟ بناء الهجمه بتاعنا هيبقى ازاي؟ خليك كمان اضيف على كلامك نقطه مهمه جدا، ودي حاجه انا ملاحظها السنه دي برضو من المنافسين اللي بيلعبوا النادي الاهلي في الفتره الاخيره، لما النادي الاهلي بتبدا ان النتائج تبقى سلبيه. واضح جدا مديرين فنيين كلهم بيبداوا المباراه بضغط عالي علينا، واضحه جدا جدا بيبقى في النهارده واحده من برضو التولز او الادوات اللي هم بيستخدموها ان هم بيضغطوا النادي الاهلي بطول الملعب عشان يبدا يحطك تحت الضغط في ان انت ما تلعبش براحتك. وساعات برضو بصراحه احنا بنبدا مباريات بضغط شديد لان انت عامل نتيجه سلبيه، فان هو لما بيبدا يضغطك بطول الملعب بيحاول على قد ما يقدر ان هو يغلطك، وربما انت النهارده لو مش مركز او مش راكز فيبدا الضغط العالي ده عليك يبدا يعني يتسبب في اخطاء منك. وانا في وجهه نظري بكره بيراميدز هيضغط من عند محمد الشناوي، هيمنعنا من ان احنا يعني هات الصوره بس بتاعت الزمالك اللي هي ماتش الزمالك برضو، لا اللي قبلها ارجع ارجع شويه، ماتش الزمالك وبيراميدز اللي قبلها بقى، ايوه هي دي. بص هنا برضو فخري لاكاي راح مع مين؟ مع عماد السيسي او عمرو السيسي اللي هو ارتكاز الزمالك، برضو واخده وسايب لعيبه الزمالك تحضر من ورا، نفس الفكره، فهو بياخد المهاجم. فانت النهارده عمليه تحضير الهجمه مهمه جدا، دي اول حاجه بكره عايز اشوف مارسيل كولر هيتصرف فيها ازاي، دي على المدير الفني ولاعيبه النادي الاهلي ان لازم تكون اكثر سرعه في الريتم في بناء الهجمه. النقطه الثانيه بقى قلب الصوره اللي بعدها، اسلوب ضغطهم، احنا اتكلمنا على بناء الهجمه، هنا النهارده تحضير الهجمه بتاعهم، يعني احنا بنتكلم دلوقتي على تحضير الهجمه بتاع بيراميدز. بص بلاتي توري 2 3 البيلد اب بتاعهم 2 3، بلاتي توري هو اللي ايه؟ اللي في النص. فانت النهارده كان في المباراه دي كان سواريش عامل ضغط عالي عليهم، ضغط بقفشه وكان تقريبا حسام حسن او محمد شريف، وكانت حسام حسن 4 4 2. فانت النهارده وانت ضاغط عالي مهم جدا مين اللي هياخد بلاتو توري ده، لان هو لا اكتر لاعب مهمه كمان. استنى، لا ده هنا كمان لو تفتكر كانوا برضه هم عارفين الاهلي بيضغط ضغط عالي يا كابتن اسلام، فبيعملوا ايه؟ الكره بتتلعب لواحد من الاثنين مساكين اللي اوريدي واقف جنب الحارس، ان انت اوريدي استحاله تخش داخل منطقه الجزاء. هنا هو عارف ان كل واحد من الاثنين فول باكس ممسوكين، فالكره بتروح لمين؟ بتروح لاثنين الجناحات، ان انت تطلع لقدام وهنا بتتحط يفضي في المساحه اللي وراه، وهي بقت حاطط موقف واحد على واحد. خلي بالك بس هو كيف استطاع مارسيل كولر ان يفوز على الزمالك في السوبر؟ بالضغط العالي. بالضغط العالي. صح صح صح، لا مش مختلفين، لا احنا بس بنتكلم في حته ايه؟ ما هو كل ما زي ما احنا بنفكر هو اكيد مليون هو برضه بيفكر، يعني الناس كلها برضه بتفكر. كمل بقيه الصوره، هات الصوره اللي بعدها برضه. هنا بقى عمليه النقاط القوه بتاعتهم، عندهم مصطفى فتحي بيقدم موسم هايل معاهم بصراحه، تقريبا 3 اهداف و2 اسيست، هنا برضو دوره مهم جدا، هيلعب في المساحه اللي في ظهر معلول، فانت مهم جدا ان انت تخلي بالك من تحركات مصطفى فتحي، لازم حد يساعد معلول. وهنا برضو عندهم زياد عديه جوه منطقه الجزاء، هنا قدر يسجل من خلالها برضو اللي هو المهاجم فخري لاكاي، برضو عامل موسم كويس، انا استغربت من ارقامه، كمان عامل ارقام كويسه على فكره. الداخليه في الماتش ده كانت 3 4 3 الداخليه كمان عامله استغلت يا كريم الباك رايت اللي انت كنت بتتكلم فيه عبد الله مجدي. الهدفين جايين من ناحيه، بس انا هكلمك برضو في حته يا كابتن اسلام، الظهير الايسر هنا محمد حمدي التغطيه العكسيه بتاعته،
بص على التغطيه العكسيه في الجون ده، محمد حمدي المساحه اللي ما بين محمد حمدي وما بين المساك الشمال اللي هو ناحيه الشمال ديت كارثه في بيراميدز. بيراميدز عنده مشكلتين واضحين، المساحات في انصاف المساحات ما بين المساك والباك والتمركز في عندكم. هم اسامه جلال بس هو الوحيد السريع، احمد سامي او علي جبر بطاقه والتمركز في الضربات الركنيه كارثه كارثه عندهم. بص هنا برضو المساحه، بص هنا المهاجم بتاع الداخليه متمركز ما بين الاثنين المساكين، حتى لو عدت منه بص اللي هتروح للباك رايت اللي هو متقدم. برضو الجون الثاني كمل الصوره نفس الفكره، هنا برضو التغطيه العكسيه والمساحه اللعبة. نفس اللعبه. فانت النهارده لازم تستغل يعني انطلاقات علي معلول في الجبهه دي، صحيح انطلاقات، ومين اللي هيقطع في المساحه دي. خلي بالك التركيز هنا مختلف، ان هو تركيزه مع الداخليه غير تركيزه مع النادي الاهلي. طبعا يعني لما يحط لما يلاقي الاهلي هيلعب بيبقى تركيزه دايما 100% 200%. فخلي بالك يعني هنا في حاله توهان، يعني حتى اسامه جلال سابه يستلم. هنا النقطه اللي بتكلم فيها، عندهم مشكله في الضربات الركنيه في التمركز. بص هنا الزمالك جاب فيهم الجون ازاي، لعيب واقف على الدايره فاضي اصلا، مفيش حد ماسكه في اللعبه دي. ده كانت في الدقيقه 3 من عمر المباراه اللي هي المفروض انت بتبقى نازل مركز اصلا وجاهز بدنيا. هنا بينزل مصطفى شلبي في الحته دي بيتحرك وبيقدر يسجل من خلالها. لو جبنا الاهداف اللي هي معانا برده اللي هي اهداف الاهلي في بيراميدز السنه اللي فاتت، هتلاقي ان هدف احنا جبنا منهم هدف من طاهر محمد طاهر الضربه الركنيه اللي هي اتلعبت وطاهر محمد طاهر حطها في الكاس. نفس الهدف. فهم عندهم مشكله في الضربات الركنيه في الماتشات دي، اللي بيدافع كويس هو اللي بيكسب. مهم جدا النهارده مارسيل كولر، انا شفت تجربتين، تجربه كابتن سامي قمصان لما لعبهم وسواريش لما لعبهم ماتشات بيراميدز بالذات. كابتن سامي قمصان لما جه لعبهم عمل ايه؟ عمل مباراه دفاعيه بشكل كويس وقدر ان هو يخلص من خلال ايه؟ من خلال ضربه. ادي كابتن سامي كان في المباراه دي قدر يخلص من تفصيله صغيره زي ضربه ركنيه. الجون الثاني برده اكثر من ممتاز، كان من احلى اهداف الاهلي في الموسم ده، لانه كان من هجمه مرتده قدر من خلالها، من خلال محمد الشناوي بيحضر الهجمه من تحت، فهات الهدف الثاني قدر ان انت من خلالها في لمستين ثلاثه تضرب بيراميدز في ظهره اهو. لا لو تعرف تجيبها من الاول احسن كمان، لان اللعبه كانت جايه من عند محمد الشناوي القفشه مررها لحسام حسن قدر ان هو يسجل الهدف. فهنا كابتن سامي قمصان عرف يلعبهم صح. سوارش مشكلته ما كانش عارف يلعبهم صح، ليه؟ نزل فتح الملعب وكان ما كناش عارفين نحضر الهجمه فخسرنا. لكن انت مباراه بيراميدز اللي بيعرف يدافع كويس، مباراه بيراميدز ويقفل صح ويقدر يبني الهجمه بشكل كويس ويستغل ويقلل من الاخطاء. مباراه بيراميدز ما اعرفش بيبقى فيها اخطاء غريبه ملهاش لازمه. لا واحده كمان بص بطء علي جبر، بص مش ممكن يعني، واحده من النقط فعلا مهمه جدا جدا، انت بقى تحاول ان انت تحط لعيبتك السريعه في مواقف واحد على واحد مع المساكين. يعني هو طبعا هو اكيد اسامه جلال هيبقى احد ثنائي الدفاع، هيختار هو احمد سامي او علي جبر، الاثنين تقال والاثنين بطاء، لازم فعلا يتلعب عليهم ولازم يتحط معاهم يعني اجنحه انها تخش لجوه، طالما انت اكيد هنطير الفول باكس بتوعنا، فتحط معاهم اللعيبه السريعه عشان تقدر تديهم مساحه مواقف واحد واحد، زي برضه هم هيحاولوا يعملوا معانا على محمد هاني وعلي معدول.